عمر محدود في دروب الكون، يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. كان لذلك الشيخ عادة حميدة، كان يرى فقيرا يلازم الجلوس بجوار بيته، بيت الشيخ، كل صباح بعد انقضاء صلاة الصبح، لأنه يعلم أن ذلك الشيخ يعطيه بعض ما تيسر. فلما تكرر ذلك قال له تلميذه: سبحان الله، ذلك الفقير لا تمل من عطائه. فقال: يا بني، هذا الفقير الذي يلزم الباب، ما من كريم يجد فقيرا يلازم بابه إلا وهو يعطيه ويدنيه ويكرمه، وهذا شأن عباد الله عز وجل، ولا بد أن تأخذ من هذا المعنى. لقد شرع لنا بعد صلاة الصبح أن يجلس العبد في مصلاه ذاكرا أذكار الصباح، منتظرا حتى شروق الشمس، وقد رتب على ذلك من الأجزية والأثوبة ما رتب، من حجة وعمرة تامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي رتب هذه الأثوبة وهذه الأجزية على هذا المجلس الصغير الذي ليس فيه كبير عمل إلا حركة لسان ومرابطة قلب؟ هذا هو الذي تراه يا بني. الفقير إذا لزم باب الكريم كل يوم ورأى الكريم من البشر فقيرا مطرقا ذليلا، يعلم حاجته، يعلم أنه فقير حقا، فإنه يستحي أن يرده. فكيف ولله المثل الأعلى بالله القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، الخبير بكل شيء، الكريم الذي عنده خزائن كل شيء. عندما يجلس العبد في مجلس الذكر في أذكار الصباح والمساء، يجلس مطرقا، هذا الإطراق الذي هو إعلان افتقار إلى الله عز وجل: يا رب، ليس لي حركة في يومي إلا وأبتدئ بذكرك، وأجلس مستعينا بفضلك، مستغيثا برحمتك، سائلا عطاياك، مثنيا عليك. كأنما يعلن فقره، بل هو حقيقة دون تشبيه يعلن فقره وحاجته وذلته لله عز وجل. ولذلك يغضب رب العالمين على من لم يسأله سبحانه وتعالى، لأن عدم السؤال كأنه استغناء، كأنك ترى نفسك مستغنيا عن الله عز وجل. ولذلك شقي كثير من الناس وتلاطمت بهم أمواج الحياة وتكسرت قواربهم ومجاديفهم، كل هذا من أجل ماذا؟ هل قلت أذكار الصباح والمساء وهي هينة يسيرة 10 دقائق؟ هل قلتها؟ هل جرى في مضمارها قلبك؟ هل حلقت روحك في أنوارها؟ وهي 10 دقائق، ربع ساعة، لا تأخذ من وقتك شيئا. إنك لو كنت تتناول كوبا من الشاي فإنك تأخذ مثل هذا الوقت أو قريبا منه. فكيف بقوت قلبك وقوة حياتك وعصب حياتك الذي به قوام حياتك؟ ثم يسأل كثير من الناس لماذا شقيت حياتهم وأجدبت نفوسهم وتكاثر نسل المشاكل في بيوتهم
وفي أعمالهم وفي وظائفهم. أما العبد الذي يمشي في خفارة الذكر هذا عبد أعلن افتقاره لله عز وجل: يا رب أعلم فقري ولا أقدر على شيء. ولذلك كم يغفل الخلق عن شعار الفقر بركعتي الاستخارة التي صارت شأنا غريبا عند كثير من الناس، وقل من يلج هذا الباب الفسيح، بينما كان الشأن مع النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه صحابته على غير ذلك. كان الصحابة يقولون: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله كما يعلمنا السورة من القرآن في الأمر كله. لو أن الإنسان لا يتقدم عمله إلا الاستخارة لوجد البركة والخير في تيسيره، ولوجد البركة والخير في منعه إذا منع. فالاستخارة أنك تقول بلسان حالك بل بلسان قولك: فإنك تقدر ولا أقدر، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. هل بعد هذا فقر؟ هل بعد هذا التوقيع المخبت توقيع فيه إشعار بالفقر؟ أنا لا أقدر، كأنه يقول: لا أفعل حتى تأذن، ولو في حذاء، ولو في ثياب، ولو في سفر، ولو في شيء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما فعل ذلك بورك له وأعلن أنه فقير وأن من شأنه الجهل وأنه لا يعلم الغيب. وكم من حريص على شيء جاهد عمره في تحصيله، فلما حصله نادم على تحصيله، وإذا ما خولف في ذلك قال وقال، بينما لو قدم الاستخارة لا يخرج من بيته إلا مستخيرا، لا يقابل أحدا إلا مستخيرا، لا يقدم على عمل إلا مستخيرا، يجد البركة تنثر أنوارها في حياته كلها، ويجد اللطف والسكينة، كأن الاستخارة تنشئ له وجودا خاصا، فهو في سبيل يتساقط الناس ويتشاجرون وتحدث لهم الآفات وتحيط بهم الكروب، وهو يمشي خفيفا كأن له كونه الخاص. لماذا؟ هذا عبد حظي بالمعية وأعلن الافتقار، ولم يتقدم أبدا إلى عمل إلا وتقدم العمل صلاته بين يدي ذلك العمل مستخيرا ربه عز وجل. ما الذي ماز أبا عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري رضي الله عنه وأرضاه، وارتفع به شأنه وعلى به صيته وبقي اسمه خالدا، تعبر قوافل الأزمان وهو سام سامق عاطر رضي الله عنه، حتى قيل أصح كتاب يعني بشري بعد كتاب الله عز وجل هو كتاب سيدنا أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه، وتلقلته الأمة وتلقته بالقبول. ما الذي رفع هذا الكتاب؟ وصله بالصرة التي لا انقطاع لها والتي لا تبلى أبدا، لا يضع فيه ترجمة إلا وصلى ركعتين لله عز وجل. فبورك الكتاب لأنه وصل برب الأرباب سبحانه وتعالى، فارتفع ارتفاعا ليس لكتاب بشري أبدا، لأنه وصل بحبل الافتقار لله عز وجل. ولم يتقدم العمل إلا ركب الصلاة، ومن كانت وجهته إلى الله عز وجل أفلح وعرج إلى ربه تبارك وتعالى، بينما يتهاوى الكثيرون. عندما تذعن بالفقر لله عز وجل وتلزم أذكار الصباح والمساء ولا تقدم على عمل إلا إذا قدمت بين يديه الاستخارة، أنت تحسن أنفاس حياتك، أنت تجعل لحياتك روحا، أنت تجعل لروحك نورا، أنت تجعل لهذا النور
خلودا في قلبك، فتكون موصولا بالله عز وجل. متى يضعف الإنسان ومتى لا يستطيع أن يقابل الشيء يدفعه عن نفسه؟ إذا واجهه بذاته. بينما لو واجهه بالله عز وجل واحتمى بالله عز وجل واعتصم بالله عز وجل حافظه الله عز وجل. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. وتولني، أن يكون العبد متولا من الله عز وجل، فإذا ما أحس كربا أو دهمه حزن تدرع: حسبنا الله ونعم الوكيل، ويسجد فزعا إلى ربه عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا بد ألا تفارق مجلس الفقر أبدا حتى تكفى همك ويكشف كربك ويوسع عليك وتجد في قلبك حياة ونعيما. قال عنه سيدنا إبراهيم بن أدهم، ذلك الولي الصالح العارف، عندما كان مع بعض أصحابه على نهر دجلة وكانت معهم كسر خبز، يعني شيء من الدنيا قليل، ليس معهم بهرج الدنيا، فأكلوا ثم خاض في نهر دجلة حتى أنصاف ساقيه وجعل يشرب، ثم نظر إلى أصحابه وضرب بيده على صدره وهو يقول: نحن في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. لذة السكينة والطمأنينة وراحة القلب وانشراح الصدر، هذا أمر يبذل الناس فيه الملايين، ولن يستطيع إنسان أن يسكب السعادة في إناء قلبه أبدا. إنما السعادة شأن روحي، والروح من أمر ربي. فكما يعرى الجسد ويجوع ويمرض، تعرى الروح وتجوع وتمرض، وغذاؤها ذكر ربها وافتقارها إليه وخضوعها بين يديه. وأن يكون العبد متلمسا هذه السبل، فيكون يومه مبدوءا بالذكر، ويكون عمله مبدوءا بالاستخارة، ويكون انقضاء عمله مختتما بالحمد والثناء على الرب عز وجل. فما هي الحياة إن لم تكن كذلك؟ قال رب العالمين: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه هي الحياة الطيبة لأولئك السابقين السالكين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. شعارهم الفقر، لا يتقدم عملهم إلا استخارة الرب، فيبارك لهم وتكشف الطريق بين أيديهم وتضيء المصابيح مصابيح التوفيق أمام أعمالهم، فيبارك الله لهم ويفتح عليهم، فبه يسمعون وبه يبصرون وبه يمشون. هؤلاء الذين حققوا الولاية وتمم الله عز وجل لهم العرفة. عمر محدود في دروب الكون، يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيراً إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.